نتواجد اليوم في محمية الجهراء وذلك لإثراء البيئة الساحلية بأشجار المانغروف. الأشجار هذه فيها تساعد على تنوع الأحياء بشكل كبير، منها تكون بيئات حاضنة للحيوانات اللي موجودة في المحمية، وكذلك تمسك التربة وتساهم في غرز الكربون داخل التربة للمساهمة على تقليل الاحتباس الحراري وكذلك التأثيرات السلبية لتغير المناخ. اليوم كهيئة عمل البيئة نظن في دورنا في المساهمة في زيادة هذه النباتات على أرض الكويت. جولتنا اليوم في محمية الجهرة، وإن شاء الله لنا جولات أخرى في جزيرة بوبيان، وكذلك تعاوننا مع معهد الأبحاث في الأسبوع القادم في زراعتها في المحميات الخاصة فيهم. إن شاء الله بالتعاون مع الأخوة في هيئة الزراعة سنستطيع زيادة الرقعة الخضراء في دولة الكويت، وذلك المساهمة في تحسين جودة الهواء وكذلك مسك تربة الكويت وتقليل العواصف الترابية.